اهلا وسهلا بيكي في الفجر الفني، نورتينا. اهلا وسهلا بيكي. كلميني عن مشاركتك النهارده في مهرجان القاهره للدراما. والله انا مبسوطه جدا وفخوره جدا ببلدي وفخوره جدا باللي احنا عاملينه ده، وفخوره ان انا موجوده هنا في مدينه العالمين الجديده. عايزه اقول لكل القائمين على المهرجان بجد برافو برافو برافو، ايه الحلاوه والجمال دي والفاير ووركس، ايه الجمال ده كله بجد. انا ام سو هابي انا ام سو براود بجد بجد. ايه العمل اللي انت شفتيه وعجبك وما كنتيش مشاركه فيه؟ بتاع في كذا واحد، منى زكي تحت مصايا، وفي كمان بتاع محمد رمضان. لا في كذا واحد، في كذا حاجه. لو انت دلوقتي قالوا لك ان انت هتبقى عضوه لجنه التحكيم، ايه المسلسل اللي تختارين هو يفوز النهارده؟ يكون ستهم. طبعا انت كنت ستهم وروجينا بصراحه برضو، يعني يا رب تاخد جايزه النهارده يا رب بجد، انها تعبت قوي بجد باذن الله. ايه رايك في الاعمال ذات ال 15 حلقه ام 30 حلقه؟ الاعمال ذات 15 حلقه ام 30 دي ليها طعم ودي ليها طعم. يعني انت لو انت عايزه تشاركي ايه المشاركه 15 دلوقتي لطيف، انا بقيت احبه بصراحه. لو جه مثلا الاعمال اللي انت شايفه ان هي تستحق ان هي دلوقتي لازم نتكلم عنها كتير، ايه الاعمال اللي انت شايفه ان احنا لازم نتكلم عنها دلوقتي في الفتره دي؟ الاعمال اللي احنا لازم نتكلم كلهم حلوين. لا الناس إيه الاعمال اللي نعملها المفروض تحصل؟ مش عارفه اركز معاكي من اللي انا سامعاه، اسالي اسئله سهله. يعني انت دلوقتي شايفه ان هو احنا المفروض ان احنا نركز على الطلاق والمشاكل الاسريه اكتر في الفتره دي ولا لا؟ ايجابيات عشان الناس تاخد الايجابيات دي وتنفذها. مشاركه في فيلم مرعي بريمو بتاع الفنان محمد هنيدي. محمد هنيدي ايه رايك في الانتقادات اللي حصلت عنه؟ لولا اختلاف الاسواق لبارت السلع، بس انا مبسوطه جدا ان انا كنت موجوده في الفيلم ده بجد. لا لا هو مش محتاج، مش محتاج حد يتكلم عليه، هو ما شاء الله عليه يعني بجد. انا فخوره ومبسوطه ان انا كنت واقفه جنبه بجد، خليها مفاجاه.